السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل آخر جزء خالص في الأبر ليمب، وهو ايه؟ هو النيرفس اللي بتمشي فيه الفور أرم. خدنا 3 نيرف من أول ما بدأنا في البريكيال بلكسس أصلا، ماشي. ايه هما التلات نيرفات دول؟ اللي هما أول حاجة الايه، الألر نيرف، بعد كده الميديال نيرف، وبعد كده الريديال نيرف. وعرفنا منشأهم وقصتهم من أول ما هما بدأوا من البريكيال بلكسس. قلنا ان الريديال نيرف ده بيطلع من البوستيرو كورد، لكن الميديال النيرف ده كان بيطلع جزء منه من الميديال كورد وجزء من اللاترال كورد، وبيتحتوا مع بعض هما الجزئين دول ويكونوا ميديال نيرف. وعرفنا ان الالنر نيرف طالع من مين؟ من الميديال كورد، تمام. بعد كده عرفنا هما بيمشوا ازاي في الارم، وعرفتوا كمان هما بيمشوا ازاي في الكيوبيتال فوسا. دلوقتي دورنا ايه؟ دلوقتي دورنا نعرف هما بيمشوا ازاي في الفور ارم والهاند، تمام. والموضوع سهل وبسيط جدا. يعني هنتكلم عن الميديان والألنر نيرف مع بعض، لان هما دول اللي بيبقوا ماشيين في الفرونت بتاع الفور ارم، تمام. احنا عندنا الفور ارم ده في فرونت وفي الفور ارم وفي الباك بتاع الفور ارم. الفرونت والفور ارم اللي بيغذيهم، يعني هو اللي بيغذي الفرونت بتاع الفور ارم نيرفين، هما الميديان نيرف والألنر نيرف، تمام. فهما دول اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي، تمام. طيب بعد كده ننقل بقى على الريديال نيرف اللي هو بيغذي الباك بتاع الفور ارم، تمام كده؟ تمام. تعال ما نشوف الميديا نيرف والريديال والالنر نيرف اللي هما بيغذوا الفرونت بتاع الفور ارم او الفور ارم من قدام. اول حاجة لازم نعرفها ان هما الاتنين ماشيين بمبدأ واحد. يعني ايه ماشيين بمبدأ واحد؟ يعني الميديا نيرف والالنر نيرف عاشوا نفس الظروف. ازاي بقى عاشوا نفس الظروف؟ بيقولك ان هما الاتنين بيدخلوا ما بين راسين وبيمشوا ما بين عضلتين. يبقى هما بيدخلوا الفور ارم او الفرنت بتاع الفور ارم ما بين راسين. يعني ايه ما بين راسين؟ يعني احنا كان عندنا 3 عضلات من الفرنت بتاع الفور ارم. في الفرنت بتاع الفور ارم كانوا ال3 عضلات دول ليهم راسين، اللي هما مين؟ اللي هما البرونيتور تيرس والفليكسور كاربي النيرس، ومين تاني؟ والفليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليس، تمام. تمام. الميديان نيرف هيختار ان هو يدخل ما بين الراسين بتوع البرونيتور تيرس. طيب والالنر نيرف هيختار ان هو يدخل ما بين الراسين بتوع العضله اللي باسمه، اللي هي فليكسور كاربي النيرس. بس الالنر نيرف وهو داخل بيدخل ورا الميديال ايبيكوندايل. فاكرين ايه هي الميديال ايبيكوندايل اصلا؟ يعني يا ريت اي حد يكون ذاكر الاول العضلات بتاع الفرونت بتاع الفور ارم عشان يحس ان موضوع النيرفات ده سهل، لان احنا مش هنشرح الجديد، يعني الكلام اللي قلناه في الفور ارم، لا احنا هنبني عليه، تمام. فلازم تكونوا ايه، ذاكرتوا العضلات بتاعه الفرونت بتاع الفور ارم، تمام. دلوقتي عندنا مين؟ عندنا الالنر نيرف. الالنر نيرف ده بيبقى ماشي ورا الميديال ايبيكوندايل. وقلنا في الفيديو اللي فات ان احنا لو حطينا ايدينا ميديال كده، يعني عند الكوع بتاعنا، تمام، هنلاقي ان في حته بارزه فعلا، وهنحس الميديال ايبيكوندايل فعلا، لانها بتكون بارزه اكتر من اللاترال ايبيكوندايل، تمام. فورا الميديال ايبيكوندايل ده بيكون موجود الالنر نيرف، وهي دي الحته اللي احنا بنتكهرب منها ساعات. بنتكهرب ليه؟ لان مين النيرف اللي بيكهربنا هنا؟ اللي هو الالنر نيرف، تمام. فالالنر نيرف بيدخل ما بين الراسين بتوع الفليكسور كاربي النيرس ورا الميديال ايبيكوندايل. يعني هو بيدخل اول حاجه ورا الميديال ايبيكوندايل، وبعد كده يمشي ما بين مين؟ يمشي ما بين الراسين بتوع الفليكسور كاربي النيرس. هو ده كده اللي بالاصفر ده الالنر نيرف، وهو ماشي ورا الميديال ايبيكوندايل، تمام. يبقى احنا اتفقنا لحد دلوقتي ان الميديال نيرف والالنر نيرف هيعيشوا نفس الظروف في الفرونت بتاع الفور ارم. هيدخلوا ما بين راسين ويمشوا ما بين عضلتين. الميديال نيرف هيدخل ما بين الراسين بتوع مين؟ البرونيتور تيرز. طيب والالنر نيرف هيمشي الاول ورا الميديال ايبيكوندايل، وبعد كده يدخل ما بين الراسين بتوع مين؟ الفليكسور كاربي النيرز، تمام. هيمشي ما بين عضلتين، هما الاثنين هيمشوا ما بين عضلتين. الميديال نيرف هيمشي ما بين الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليس والفليكسور ديجيتورم بروف. يبقى الميديال نيرف هيمشي ما بين عضلتين، اللي هما مين؟ الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليس والفليكسور ديجيتورم بروفاندا. طيب الالنر نيرف، الالنر نيرف هو اصلا داخل ما بين الراسين بتوع الفليكسور كاربي النيرز، فهو يمشي ازاي؟ هيمشي ما بين الفليكسور كاربي النيرز والفليكسور ديجيتورم بروفاندا. يبقى الميديال نيرف ما بين الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليس والفليكسور ديجيتورم بروفاندا، لكن الالنر نيرف بيكون ماشي ما بين الفليكسور كاربي النيرز والفليكسور ديجيتورم بروفاندا، تمام. يبقى
مشترك الفلوكسوديستورون بروفاندا مشتركه، ولكن الانر نيرف العضله الثانيه بالنسبه له هي الفلوكسور كاربي النيرز. الميديان نيرف العضله الثانيه بالنسبه له هي الفلوكسوديستورون سوبر فيشيلز. وكل نيرف بيكون ماشي مع الارتري بتاعه، يعني بيقول لك الميديان نيرف بيبقى ماشي مع الميديان ارتري، والانر نيرف بيبقى ماشي مع الانر ارتري. تمام كده؟ تمام. النيرف ده بينتهي ازاي بقى؟ النيرف ده انه ماشي في الفور ارم ويدي برانشات. تمام. اي نيرف فيهم يعني، سواء كان ميديان نيرف او ريديال نيرف، النيرفين هيمشوا ودانهم ماشيين في الفور ارم وينتهوا ازاي؟ هينتهوا في الهاند، يعني نهايتهم في الهاند، مفيش حاجه تاني بعد الهاند هيدوها اكيد يعني. تمام. طيب فهم هينتهوا في الهاند. طيب اول حاجه احنا خدنا ان الميديان نيرف كان من الحاجات اللي بتمشي تحت الفليكسور ريتيناكيلم. تمام. لكن الانر نيرف بيمشي سوبرفيشال فليكسور ريتيناكيلم، وده برضو حاجه مهمه جدا. يبقى دلوقتي عندنا مين؟ يبقى عندنا الميديان نيرف ده هو كان الحاجه النيرف الوحيد اللي بيمشي تحت مين؟ تحت الفليكسور ريتيناكيلم. حتى احنا قلنا لما بيحصل انفلاميشن او حاجه يعني في الكاربال تانل اللي بيبقى ماشي فيها الميديان نيرف، بيحصل حاجه اسمها ميديان نيرف سندروم، ودي بتحتاج عمليه يعني، وبيبقى ليها الم مبرح. تمام. لكن الانر نيرف بيكون ماشي سوبرفيشال لمين؟ للفليكسور ريتيناكولم. سوبرفيشال للفليكسور ريتيناكولم ميديال للانر ارتري، يعني هو بيبقى ماشي ميديال للانر ارتري، مش هو كان ماشي مع الانر ارتري اصلا فوق طول رحلته، بيبقى ماشي مع الانر ارتري. تمام. تمام. خلوا بالكوا اصلا ليه النيرف بيمشي مع الارتري؟ لان الارتري بيغذي النيرف والنيرف بيغذي الارتري. تمام. طيب بعد كده بقى ايه؟ وبيكون لاترال للبيزي فورم. تمام. بيكون لاترال للبيزي فورم، وبيكون كمان ايه؟ وبيكون كمان ميديال للانر ارتري. فاكرين لما قلنا ان البيزي فورم دي بتبقى نايمه على التراي ويكتروم؟ تمام. فالبيزي فورم اهي دي كده البيزي فورم. تمام. طيب ودي مين؟ ودي كده الفليكسور ريتيناكولم. يعني احنا قلنا الفليكسور ريتيناكولم دي بتبقى ماسكه في مين؟ بتبقى ماسكه في البيزي فورم، وبتبقى ماسكه في الايه؟ الترابيزيوم. تمام. بتبقى ماسكه في البيزي فورم والترابيزيوم. المهم يعني دلوقتي عندنا مين؟ عندنا شايفين الالنر ارتري ونيرف امشوا مع السهم. الالنر ارتري ونيرف ماشيين لاترال. طب ليه لاترال؟ لان الصنب لاترال. تمام. فعرفوا ان هما ماشيين اصلا الفليكسور ريتيناكولم، الفليكسور ريتيناكولم الاوريجين الميديال بتاعها مين؟ الاوريجين الميديال بتاعها البيزي فورم والايه والهاميد. تمام. دول اوريجين ميديال. مش احنا قلنا ان هي ليها اتنين اتاتشمنت؟ الفليكسور ريتيناكولم دي ليها اتنين اتاتشمنت، ميديال اتاتشمنت ولاترال اتاتشمنت. الميديال اتاتشمنت قلنا هنفتكرها بمين؟ هنفتكرها بان هما فوق الفيفس، ان هما اصلا البيزي فورم والهاميد دول بيكونوا فوق البيز بتاع الفيفس ايه؟ ميتاكاربال بون. ما علينا لو مش فاكرين، اعرفوا دلوقتي ايه؟ دلوقتي ان البيزي فورم تمام بيبقوا ميديال. تمام. طيب او هو الاتاشمنت الميديال بتاعه الفليكسور ريتيناكولم. طيب وهو الانر ارتري اصلا والانر نيرف، يعني هما اخر حاجه في الفليكسور ريتيناكولم، اخر حدود الفليكسور ريتيناكولم. فالانر ارتري والانر نيرف بيكونوا ماشيين ايه؟ بيكونوا ماشيين ميديال ليها، بيكونوا ماشيين لاترال ليها. طيب وخلي بالك ان النيرف اللي هو بالاصفر، تمام، النيرف اللي هو النيرف اللي هو بالاصفر ده بيكون ايه؟ بيكون ميديال للارتري اللي هو بالاحمر. تمام. تمام. يبقى عرفنا كل نيرف بينتهي ازاي. الميديال نيرف بينتهي ديب للفليكسور ريتيناكولم، لكن الانر نيرف بينتهي ازاي؟ بينتهي سوبرفيشال للفليكسور ريتيناكولم. تمام. تمام. تعالوا عايزين نعرف بقى البرانشات بتاعتهم. طيب اول حاجه نبدا بمين؟ بالميديال نيرف. طيب الميديال نيرف ده له برانشات في الفور ارم وله برانشات في الهاند. طيب الحته بتاعه الفور ارم دي كان احنا بنراجع على الفرونت بتاع الفور ارم بالظبط. احنا قلنا ان الفرونت بتاع الفور ارم ده عباره عن مجموعتين من العضلات، مجموعه اسمها سوبرفيشال جروب ومجموعه تانية اسمها ايه؟ ديب جروب. وقلنا ان الميديان نيرف بيدي كل السوبرفيشال جروب ما عدا الفليكسور كاربي النيرز بيديها الانر ارتري. تمام. طيب والديب جروب قلنا ان كل ان الديب جروب ده الميديان نيرف بيديها، بس مش بيديها دايركت. امال بيديها ازاي؟ بيبعت رسول منه او بيبعت برانش منه. البرانش بتاعه ده اسمه ايه؟ anterior interosseous nerve. الانتيرور interosseous nerve ده هو اللي بيروح يغذي كل الديب جروب ما عدا الميديال هاف بتاع مين؟ بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندا. الميديال هاف بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندا مين اللي بيديه؟ اللي بيديه هو الانر ارتري. تمام. تمام.
طيب واتفقنا ان اي حاجة كنا قلنا قبل كده برضو ان اي نيرف بيروح ان في اتفاقية ما بين كل النيرفات اللي على مستوى الجسم. الاتفاقية دي بتقول ان اللي يعدي على مفصل يديه، اللي يعدي على مفصل ايه يديه. طيب فالميديان نيرف بيعدي على مفصل فوق، المفصل فوق اسمه ايه؟ الالبو جوينت، تمام؟ فلما فبيديه، وبيعدي كمان على المفصل اللي ما بين الريديوس والالنا. احنا قلنا ان الريديوس والالنا مرتبطين ببعض بسوبيريور ريديو النر جوينت، ومن تحت بانفيريور ريديو النر جوينت. انفيريور يعني تحت، سوبيريور يعني فوق، تمام؟ فالميديان نيرف بيعدي على الايه الاتنين جوينت دول، بيعدي على الالبو جوينت وبيعدي على السوبيريور ريديو النر جوينت فبيديهم. طيب والانتيريور انتر اوسيس، الانتيريور انتر اوسيس اللي هو الابن الكبير للميديان نيرف ده، بيعدي على اتنين جوينت، بيعدي على الانفيريور ريديو النر جوينت والريست جوينت، تمام؟ تمام. يبقى الميديان نيرف يدي ايه؟ يدي اتنين جوينت فوق اللي هما الالبو جوينت والسوبيريور راديو النر جوينت، لكن الانتيريور انتر اوسيس نيرف يدي الاتنين جوينت اللي تحت اللي هما الانفيريور راديو النر جوينت والريست جوينت اللي هو مفصل الرزق، تمام؟ تمام. بعد كده بقى ايه؟ بعد كده يبقى احنا دلوقتي عندنا الميديان نيرف بيدي ايه؟ بيدي ثلاث حاجات. بيدي ماسكولار برانشز، الماسكولار برانشز دي تروح لكل السوبرفيشال جروب ما عدا مين؟ ما عدا الفليكسور كاربي النيرس، بيديها الانر ارتري، تمام؟ طيب بعد كده ايه؟ بعد كده عندنا ارتكولار برانش. الارتكولار برانش ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيدي للالبو جوينت، لما بيجي يدي للجوينت البرانش اللي بيدي للجوينت ده اسمه ارتكولار، جاي من ارتكيوليشن او مفصل، تمام؟ فبيدي الالبو جوينت وبيدي السوبيريور راديو النر جوينت. بعد كده بيدي الابن الكبير بتاعه اللي هو انتيريور انتر اوسيس نيرف اللي بيبعته للديب جروب، فبيدي فالانتيريور انتر اوسيس نيرف ده بيدي كل الديب جروب ما عدا الميديال هاف بتاع او النص الميديال بتاع مين؟ بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندا، تمام؟ طيب بعد كده بقى ايه؟ وكمان الانتيريور انتر اوسيس نيرف ده يدي الاثنين جوينت اللي تحت. مين الاثنين جوينت اللي تحت؟ الانفيرور راديو النر جوينت والريست جوينت، تمام؟ دي كده البرانشات بتاعه الميديال نيرف في مين؟ الميديال نيرف في الفور ارم. تعالوا بقى ما نتكلم عن البرانشات بتاعه الايه الالنر نيرف في الفور ارم، الالنر نيرف في الفور ارم، تمام؟ نبدا باول حاجه الماسكولار برانشز. الماسكولار برانشز بتاعته هو ايه؟ ان هو بيدي من السوبرفيشال جروب الفليكسور كاربي النيرس، وبيدي من الديب جروب الميديال هاف بتاع مين؟ الفليكسور ديجيتورم بروفاند، وبيدي طبعا هو برضو بيعدي على الالبو جوينت، ماشي؟ فبيدي الالبو جوينت بس، ما بيديش السوبيريور راديو النر ولا كده، هو بيدي الالبو جوينت بس، هو على قده برضو، بيدي عضلات شويه صغيرين وبيدي كمان البو جوينت ايه شويه صغيرين، تمام؟ تمام. يبقى الماسكولار برانشز بتاعت يبقى ايه هي البرانشات بتاعت الالنر نيرف في الفور ارم؟ اول حاجه ماسكولار برانشز اللي من السوبرفيشال جروب بيدي الفليكسور كاربي النيرس، ومن الديب جروب بيدي الميديال هاف بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندا. طب ايه الارتكولار برانش بتاعه اللي هو مين؟ الالبو جوينت. تعالوا بقى ما نتكلم عن البرانشات بتاعتهم هما الاثنين في مين؟ في الهاند، تمام؟ عشان نتكلم عن البرانشات بتاعتهم في الهاند لازم نبص للصوره دي ونتاملها. بصوا بقى دلوقتي احنا هنتكلم عن السنسوري، يعني احنا مش هنتكلم عن عضلات الهاند بما ان اصلا الهاند مش عندكم، ولكن الميديان نيرف بيدي عضلات في الهاند والانر نيرف بيدي عضلات في الهاند، لكن اللي مهم جدا 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 توزيع السنسوري بتاع الجلد بتاع الايد. يعني احنا دلوقتي كل واحد يبص لايده، وبعد ما يبص لايده هيقسمها تلتين تلتين ميديال وتلت لاترال. يبقى هيقسمها ازاي؟ تلتين ميديال وتلت لاترال. احنا اتفقنا ان الصنب دايما مين؟ ان الصنب دايما لاترال، فهو هنقسم الايد بتاعتنا تقسيمه غريبه شويه. اول حاجه احنا عندنا الحته دي كده لحد الصوابع بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها البالم، صح؟ تمام. البالم دي هنقسمها تلتين، هنقسمها تلتين لاترال وتلت ميديال. معلش انا كنت قلت العكس. يبقى احنا هنقسمها ازاي؟ تلتين لاترال ناحية الصنب، تلتين لاترال ماشي، وتلت ميديال، تمام؟ تلتين. ونيجي نقسم الصوابع، نقسمها تلات صوابع ونص. احنا بنبدأ العد من الصنب، يبقى واحد اتنين تلاتة ماشي، ونص الرابع ونص الرينج. هيبقى نقسم الصوابع ازاي؟ تلات صوابع ونص وصابع ونص، تمام؟ تمام. وخلي بالك ان الايد دي ليها قدام وليها ورا، تمام؟ يعني ليها وش وليها ظهر، تمام؟ وش الايد ده اللي هو البالم،
ظهر الايد ده اللي هو الايه الدورزم بتاع الهاند، الدورزم. تمام، دورزم يعني ظهر. تمام، طيب نبص بقى كده من قدام، نمسك الايد من قدام. لما نمسك الايد من قدام هنقسمها ازاي؟ من قدام دي يعني من ناحية البالم. تمام، طيب هنقسمها ازاي؟ هنقسمها تلتين وتلت، زي ما قلنا تلتين لاترال وتلت ميديال. التلتين اللاترال من البالم، التلتين اللاترال من البالم هيروحوا لمين؟ مين اللي هيديهم؟ الميديال نيرف. يبقى التلتين اللاترال من البالم هيديهم الميديال نيرف، والتلات صوابع ونص اللاترال من البالم هيديهم الميديال نيرف برضو. طيب التلت الميديال من البالم، التلت الميديال من البالم مع صابع ونص الميديال من الصوابع هيديهم مين؟ الالنر نيرف. تمام، يعني اللي بالاخضر ده كده مين؟ الالنر نيرف. طيب واللي بالازرق ده مين؟ ميديان نيرف. طيب تعالوا ما نبص على ظهر ايدينا بقى، ايدينا من الظهر، ايدينا من الظهر هنقسمها نفس التقسيمه، هنقسمها 3 صوابع ونص. تمام، 3 صوابع ونص كده هنقسمها. احنا ملكوش دعوه يعني بالرسمه بدقه، لكن انتوا هتمشوها كده سواء ظهر او وش. تمام، 3 صوابع ونص اللاترال، الثلاث صوابع ونص لاترال، والتلتين اللاترال هيديهم الريديال نيرف من الظهر. تمام، لكن الصابع ونص الميديال سواء ظهر او وش بيديهم مين؟ الالنر نيرف. يبقى دلوقتي احنا هنقسم تاني البالم بتاع الهاند. تعالوا نبص على الرسمه دي. تمام، هنقسم البالم بتاع الهند لتلتين وتلت. اول حاجة فالتلتين والايد ليها وش وظهر. تمام، طيب نمسك البالم بتاع الهند، التلتين اللاترال، التلتين اللاترال من البالم بتاع الهند ماشي، من قدام هيديها مين؟ هيديها الميديال نيرف. طب ومن ورا هيديها الريديال نيرف. يبقى من قدام هيديها الميديال نيرف، ومن ورا هيديها الريديال نيرف. تمام، لكن الصابع ونص الميديال مع التلت الميديال بيديها الالنر نيرف سواء كان وش الايد او ظهر الايد. تمام، بس في معلومه بقى كده صغنونه خالص، بيقولك ان الايه مش المفروض ان الميديال نيرف ده بيدي 3 صابع ونص اللي من قدام. تمام، طيب ساعات بيعمل اكستنشن كده على التيبس بتاعه الثلاث صوابع ونص دول بس من ورا، يعني من الظهر. تمام، المعلومه دي لخبطتكم شيلوها. تمام، لو لخبطتكم شيلوها. انتوا تعرفوا ان الايد دي بتتقسم تلتين وتلت، تلتين لاترال وتلت ميديال ماشي. التلتين اللاترال دول من قدام بيديهم مين؟ من قدام بيديهم الميديال نيرف، ومن ورا بيديهم مين؟ الريديال نيرف. يبقى من قدام بيديهم الميديان نيرف، ومن ورا بيديهم الريديال نيرف. طيب التلت بقى، التلت الميديال، التلت الميديال ده سواء قدام او ورا مين اللي بيديهم؟ الالنر نيرف. تمام، برضو نفس الكلام. الصوابع هنقسمها 3 صوابع ونص وصابع ونص. الثلاث صوابع ونص من قدام او من ناحية راحة اليد تمام بيديهم الميديان نيرف، لكن من ناحية الدورزن بتاع الهند بيديها مين؟ الريديال نيرف. تمام، اللهم الا التبس بس كده بتاعت الظهر برضو بيديها الميديال نيرف. تمام، يعني التبس بتاعت الصوابع بتاعت الظهر برضو بيديها الميديال نيرف. تمام، طيب الصابع ونص سواء من قدام او من ورا مين اللي بيديهم؟ الالنر نيرف. تمام، وده مهم جدا. يبقى دلوقتي ايه هي البرانشات؟ البرانشات بتاعت الميديال نيرف في الهاند. اول حاجه الميديال نيرف ده بيروح للهاند ويدي بالمر كوتينيوس برانش. بالمر كوتينيوس برانش لان هو مش بيدي غير البالم بس ماشي. طيب بيدي ايه؟ بيدي التلتين اللاترال من الايه البالم، بيدي التلتين اللاترال من البالم والثلاث صوابع ونص اللاترال. تمام، يبقى بيدي البالمر سيرفيس بتاع الايه التلتين اللي بره او اللاترال تلتين. تمام، وبيدي كمان الايه البالمر سيرفيس بتاع اللاترال ثلاث صوابع ونص. تمام، وبيدي بقى ايه؟ بيدي ماسكولار برانش زي ما قلنا، ما هم اصلا رايحين للهاند، يعني يدوا سنسوري ويدوا ماسل. طيب وكمان بيدي ايه؟ بيدي حاجه كده اسمها كوميونيكيتنج برانش بيوصل ما بينه وما بين الايه الالنر نيرف. بيدي كمان كوميونيكيتنج برانش بيوصل ما بينه وما بين الالنر نيرف. طيب بالنسبه للالنر نيرف بقى، الالنر نيرف ايه هو البرانشات بتاعته في الهاند؟ اول حاجه بيدي ماسل، ومش علينا اسماء الماسل خلاص. تمام، بعد كده بيدي مين؟ بيدي الايه البالم. طيب بيدي البالم ازاي؟ بيدي البالم وبيدي
دورزم، فبيدي بالمر كوتينيوس برانش ويدي دورزال كوتينيوس برانش، لانه بيدي البالم التلت. ايه مش احنا قلنا ان التلت الميديال سواء قدام اللي هو بالمر او ورا اللي هو دورزل بيديهم مين؟ بيديهم الالنر نيرف، ومعاهم كمان الميديال وصابع ونص، الميديال صابع ونص. تمام تمام يبقى هو بيدي الميديال ثيرد من البالم والدورزل برضو، والدورزل بتاع ايه؟ والدورزل بتاع البالم. تمام، وكمان بيدي ايه؟ وبيدي كمان الميديال 1 هاف اند ايه 1 اند هاف فينجر، الميديال 1 اند هاف فينجر. ويبقى كده احنا خلصنا البرانشات بتاعت مين؟ بتاعت الميديال نيرف والريديال نيرف والالنر نيرف. يبقى احنا المطلوب نعرفه عن الميديال نيرف والالنر نيرف ايه؟ مطلوب مننا نعرف اول حاجه بدايته، بعد كده تاني حاجه الكورس بتاعه بيبقى ماشي ما بين بدايته دي، يعني داخل ما بين ايه؟ ما بين راسين. طيب وماشي ما بين عضلتين، ده الكورس بتاعه. الاند ان الميديال نيرف ده بيبقى ديب للفليكسور ريتيناكلوم، لكن الالنر نيرف بيبقى سوبرفيشال فليكسور ريتيناكلوم. بعد كده البرانشات بتقسمها برانشات في الفور ارم وبرانشات في الهاند. تمام، وعرفنا البرانشات بتاعت كل واحد. فاضل لنا حته صغيره خالص، هو الريديال نيرف. برضو مطلوب مننا نعرف عن الريديال نيرف المعلومات اللي احنا قلناها دي. فاكرين الالنر نيرف لما قلنا ان هو بيمشي في الاول خالص؟ الالنر نيرف بيمشي ورا الميديال ايبيكوندايل، ماشي، هو بيمشي ورا الميديال ايبيكوندايل. الريديال نيرف بقى بيمشي قدام اللاترال ايبيكوندايل. يبقى الريديال نيرف اول بدايته في الفور ارم ان هو بيمشي ايه؟ قدام اللاترال ايبيكوندايل. طيب بعد كده اول ما بيبدا يمشي او يعدي قدام اللاترال ايبيكوندايل بيدينا برانشين، بيدينا برانش اسمه سوبرفيشال ريديال برانش، وبرانش تاني اسمه ديب ريديال برانش. السوبرفيشال ريديال برانش ده بيدي سنسيشن فقط، ان هو بيدي جلد بس، بيدي جلد بس، احساس في الجلد. تمام، بيدي احساس في الجلد، واظن احنا عارفين ايه الاحساس بتاع الجلد بتاعنا ايه هو. فاكرين اللاترال تو ثيرد ان هو الكوتينيوس برانش ده بيدي جلد في الفور ارم، بس هو مش مذكور عندكم. بعد كده لانه ماشي ماشي ماشي، وبعد ما يمشي يعدي لمين؟ للهاند، عشان عايز يدي جلد فين في الهاند؟ عايز يدي اللاترال، عايز يدي اللاترال ايه؟ اللاترال تو ثيرد من الدورزن بتاع الهاند، وعايز يدي اللاترال 3 صوابع ونص ما عدا التيبس. اللاترال 3 صوابع ونص، اللاترال دورزن بتاع ال 3 صوابع ونص ما عدا مين؟ ما عدا التيبس. تمام تمام، هو ده الايه؟ السوبرفيشال ريديال برانش. طيب السوبرفيشال ريديال برانش ده بيعدي تحت البريكيوراديالز. البريكيوراديالز دي عضله من عضلات مين؟ دي عضله من عضلات الباك بتاع الفور ارم. تمام، فهو بيعدي تحت البريكيوراديالز. يبقى اول حاجه تعرفها ان الريديال نيرف ده بيعدي اول حاجه قدام مين؟ قدام الفرونت. يعني انتوا ركزوا على الكلام اللي بتعلم بالاحمر. تمام، اول حاجه تعرف ان الريديال نيرف ده بيعدي قدام اللاترال ايبيكوندايل. امال مين اللي بيعدي ورا الميديال ايبيكوندايل؟ الالنر نيرف. تمام، وبعد كده بيتقسم لحاجتين، سوبرفيشال ريديال برانش وديب ريديال برانش. والديب ريديال برانش ده له اسم تاني اسمه بوستيرور انتر اوسياس نيرف. بيبقى له اسم تاني اسمه ايه؟ بوستيرور انتر اوسياس نيرف. تمام، بعد كده بيقول لك ان السوبرفيشال ريديال برانش ده، السوبرفيشال ريديال برانش ده بيبقى ماشي سوبرفيشال وبيدي كوتينيوس بس، بيدي جلد بس. طيب اول حاجه البدايه بتاعته زي ما اتفقنا. طيب الكورس بتاعه ان هو بيبقى ماشي على اللاترال سايد بتاع الفور ارم، ان هو بيبقى ماشي على اللاترال سايد بتاع الفور ارم، ماشي، وبيبقى ماشي يدي جلد الجلد اللاترال بتاع الفور ارم. تمام، وبيبقى متغطي بعضله اسمها بريكيو رادياليس. بيبقى متغطي بعضله اسمها بريكيو رادياليس. طيب بيقول لك ان احنا دايما قلنا زي مثلا قلنا في الميديان نيرف كان بيبقى ماشي معاه مين؟ ميديان ارتري. والالنر نيرف كان بيبقى ماشي معاه مين؟ النر ارتري. بيقول لك ان الريديال نيرف بيبقى ماشي مع الايه؟ مع الريديال ارتري، بس بيبقى بعيد عنه في الايه؟ في الاول وفي الاخر. بيبقى بعيد عنه شويه في الاول وفي الاخر، وبيجي يقرب منه قوي في النص، بيجي يقرب منه قوي في النص. يعني معلومه كده عرفوها ان هما في الابر واللور ثيرد لو هنقسم الفور ارم دي لثلاث تلات، هو بيبقى بعيد عن الارتري في التلت الاول وفي التلت الاخير، لكن بيقرب منه خالص، بيبقى كلوز لاترال ليه في التلت ايه؟ في التلت اللي في النص. تمام، دي معلومه يعني كده. طيب بعد كده بينتهي ازاي؟ بينتهي تحت التندون بتاع البريكيوراديالس. برضو يبقى بينتهي تحت التندون بتاع البريكيوراديالس. هدفه هنا ايه؟ هدفه ان هو عايز يوصل للدورزم بتاع الهاند. طيب بعد ما يوصل للدورزم بتاع الهاند هيدي مين؟ هيدي اللاترال تو ثيرد من الدورزم بتاع الهاند،
واللاترال 3 and half fingers ما عدا التبس ماشي تمام، او 3 and half fingers وخلاص الباك بتاعتهم تمام. ده كله من الباك. طيب ده كده اول برانش معانا من الريزيال نيرف اللي هو السوبرفيشال ريزيال برانش، وده كان ايه سنسيشن او كوتينيوس. طيب تعالى ما نتكلم عن الديب ريزيال نيرف. الديب ريزيال نيرف ده بقى احنا قلنا ان هو بدايته فين، بدايته بعد ما الريزيال نيرف انقسم قدام اللاترال ابيكوندايل، بعد كده بيدي ايه، بيدي سوبرفيشال برانش وديب برانش. الديب برانش ده بيروح يلف حوالين النك بتاعه الريديوس. فاكرين لما احنا قلنا ان الريديوس دي بيبقى ليها، ان الريديوس دي بيبقى ليها هيد وبعد كده بيبقى ليها نك، هو بيروح يلف حوالين النك بتاعت الريديوس. طيب وبعد كده بيدخل جوه السوباينيتور. السوباينيتور بيدخل جوه مين؟ السوباينيتور تمام. وبعد كده عشان ايه بيدخل جوه السوباينيتور؟ علشان يوصل للبوستيرو كومبارتمنت بتاع الارم، عشان يوصل للباك بتاع الفور ارم. طب هو ليه عايز يوصل للباك بتاع الفور ارم؟ لان النرف ده هيروح يدي العضلات بتاعت الباك بتاعت الفور ارم. يبقى الديب ريديال برانش او البوستيرور انتر اوسياس نيرف هو مقابل لمين؟ هو مقابل للانتيريور انتر اوسيس نيرف بتاع الميديان نيرف، لكن ده بوستيرور انتر اوسيس نيرف هيعدي للبوستيرور كومبارتمنت بتاع الارم او هيعدي للباك بتاع الارم علشان يدي عضلات الباك بتاعه الارم. بصوا انتوا خليكوا في تقسيمه النيرفات صحيح بالمناسبه مع دي، علشان دي يعني ايه كان المفروض تعمل كده تمام. المهم يعني دلوقتي بقى ايه، دلوقتي احنا اتكلمنا كنا بنتكلم عن ايه، او ان البوستيرور انتر اوسيس نيرف ده او الديب ريديال نيرف ده مسؤول عن ان هو يدي عضلات الباك بتاع الفور ارم كلها، وبيدي كمان عضلات في الهاند تمام. فهو ايه، فهو هيمشي ما بين السوبرفيشال والديب ماسلز بتاعه الباك علشان هو مسؤول عنهم هما الاثنين، فعشان ما ظلمش حد فيهم يعني بيمشي في النص تمام. طيب بعد كده يعدي فين؟ يعدي ديب للايه، للاكستنسور ريتيناكولم. يعدي ديب للاكستنسور ريتيناكولم اللي خدتوها برضو في الباك بتاع الفور ارم تمام. ويدي بقى طبعا ايه هي البرانشات اللي بيديها البوستيرور انتر اوسيس نيرف ده. بيدي اول حاجه مصل اللي هي المسلز بتاعه الباك بتاعه الفور ارم كلها اللي انتوا عارفينها اكتر مني، اللي هي مين؟ اللي هي الاكستنسور كاربي رادياليس بريفيس والسوباينيتور. هو اصلا بيدخل جوه السوباينيتور زي ما اتفقنا، والاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور ديجيتي مينيمي والاكستنسور كاربي النيرس والابدكتور روبيسس لونجس والاكستنسور بوسس لونجس وبريفيس والاكستنسور انديسس. الحاجات دي انتوا خدتوها في الباك بتاع الفور ارم واكيد انتوا عارفينها اكتر مني. طيب وهدي ارتكولار برانش. الارتكولار برانش اللي هيدي فين؟ هيدي الانفيريور ريديو انر جوينت، وهيدي الريست جوينت، وهيدي الانتر ايه، الانتر كاربال جوينت تمام. تمام كده احنا خلصنا الايه، النيرفات الميديان نيرف الانر نيرف الريديال نيرف. مطلوب منك تعرف كل برانشات كل واحد، بدايه كل واحد، نهايه كل واحد، محطات كده بسرعه، اسبوتات بسرعه تمام. والكلام اللي بالاحمر طبعا ايه مهم وركزوا عليه تمام. طيب تعالوا كده اما نشوف شويه صور علشان برضو ايه المعلومات تثبت اكتر. ده احنا اتكلمنا عن مين؟ اول حاجه الميديان نيرف. الميديان نيرف ده كان بيعدي ما بين، راجعوا معايا، بيعدي ما بين راسين. راسين بتوع مين؟ بتوع البرونيتور تيرس، وهم دول الراسين بتوع البرونيتور تيرس. طيب وبعد كده بيمشي ما بين عضلتين، ما بين الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشالز والفليكسور ديجيتورم بروفاندا تمام. وبعد كده كان ايه، وبعد كده بقى عندنا دي البرانشات بتاعه الميديان نيرف. طبعا جايب لك الميديان نيرف من اول مين؟ من اول بريكال بلكسس، ان هو بيبقى جاي اصلا من كل الروتس دي. بعد كده بيجي في الاجزيلا، ما بيديش اي برانشات، بيجي في الارم، بيدي برانش يعني للبريكال ارتري، يعتبر مش برانش قوي يعني. بعد كده بيجي الايه للفور ارم، بيدي كل برانشاته. الميديان نيرف بيدي ايه؟ بيدي اول حاجه اللي هو الماسكولار برانش، بيدي كل عضلات السوبرفيشال ما عدا الفليكسور كاربي النيرز، مين اللي بيديها؟ الانر نيرف. وبعد كده يدي ابنه الكبير الانتيريور انتر اوسيس نيرف، اللي يبعته يدي مين؟ اللي يبعته يدي كل عضلات الديب ماسلز ما عدا مين؟ ما عدا الميديال هاف بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندا، برضو اللي بيديها مين؟ الانر نيرف. طيب وبعد كده الميديال نيرف شخصيا يدي ارتكولار برانش للالبو جوينت والسوبيريور راديو انر جوينت، لكن ابنه الكبير اللي هو الانتيريور انتر اوسيس نيرف يدي ايه؟ يدي ارتكولار برانش للريست جوينت وللانفيريور راديو انر جوينت تمام. بعد كده الميديال نيرف يدخل الهاند، يدخل الهاند ديب للفليكسور ريتيناكولم علشان يدي ايه؟ عشان يدي البالمر سيرفيس بتاع اللاترال 2 ثيرد من البالم، وبتاع اللاترال 3 هاف اند 3 اند هاف فينجرز تمام. تمام وبيدي كمان اللي هو كوميونيكيتنج برانش ما بينه وما بين الالنر نيرف، وبيدي كمان ايه، وبيدي كمان
احنا قلنا بالمر كوتينيوس برانش، والبرانش اللي هو بيوصل ما بينه وما بين الالنر نيرف. تمام. بعد كده ده ايه؟ وده توزيعات الايه، البلات النيرف سبلاي بتاع مين؟ الميديان نيرف. وان هو هنا بيقول لك ان هو بيعدي فين؟ بيعدي ديب للفليكسور ريتيناكولم. تمام. بعد كده الانر نيرف قلنا ان هو بيعدي من ورا الميديال ايبي كوندايل، يمشي ما بين راسين اللي هما الراسين بتوع الفليكسور كاربي النيرس، ويمشي اللي هو اهي ماشي ما بين الراسين بتوع مين؟ الفليكسور كاربي النيرس. طيب وبعد كده يمشي ما بين عضلتين، الفليكسور كاربي النيرس والفليكسور ديجيتورام بروفاندا. طيب بعد كده بقى ايه؟ بعد كده يمشي يدخل ديب، يدخل سوبر فيشل للفليكسور ريتينيكلوم، ويدي بقى برانشات، بيدي ماسكولار برانشز. الماسكولار برانشز دي بيدي الفليكسور كاربي النيرس والميديال هاف بتاع الفليكسور ديجيتورام بروفاندا، وبيدي ارتيكولار برانش للالبو جوينت. وبعد كده ينزل تحت لمين؟ يدي بالمر ودورزال كوتينيوس برانش في الهاند. البالمر والدورزال الكوتينيوس برانش ده بيدي مين؟ بيدي الدورزال والبالمر سيرفيس بتاع الميديال 1 ثيرد اوف البالم، وبتاع والدورزال في هاند، والايه والميديال 1 اند هاف فينجر. تمام. تمام. بعد كده هنتكلم عن الريديال نيرف. الريديال نيرف قلنا ان هو بيمشي ايه؟ ان هو بيمشي ان فرونت اوف الميديال ايبي كوندايل، بيمشي ان فرونت اوف الميديال اوف اللاترال ايبي كوندايل، بيمشي في الفرونت بتاع اللاترال ايبي كوندايل. ينقسم لبرانشين، سوبرفيشال برانش وديب برانش. السوبرفيشال برانش بيمشي تحت البريكيو رادياليس، السوبرفيش هو بيمشي اهو ان فرونت اوف اللاترال ايبي كوندايل، وبعد كده يمشي يدي ديب برانش يرجع على ورا، ويدي سوبرفيشال برانش يمشي تحت الايه؟ البريكيو رادياليس، لكن الديب برانش يدخل في السوبينيتور. تمام. الديب برانش يروح يغذي كل عضلات الباك بتاع الفور ارم، تمام، ويروح يغذي برضو في الهند العضلات بتاعه الهند، ويمشي ديب للاكستنسور ريتينيكولم. طب السوبرفيشال برانش؟ لا، السوبرفيشال برانش يمشي مع مين؟ يمشي مع السوبرفيشال برانش ده يمشي تحت البريكيو رادياليس، ويدي ايه؟ ويدنه ماشي، يدي الجلد بتاع الفور ارم، ويدي كمان الجلد بتاع الهند. بيدي الجلد بتاع الهند اللي هو الدورزال سيرفيس بتاع اللاترال 2 ثيرد من الدورزام اوف ذا هند واللاترال 3 اند هاف فينجرز. تمام. تمام. والديب برانش ده اسمه بوستيرير انتر اوسيس ايه؟ الديب برانش بتاع الريديال نيرف اسمه برضو بوستيرير انتر اوسيس نيرف. تمام. وبيبقى ماشي مع البوستيرير انتر اوسيس ارتري. تمام. كل دي يعني ايه؟ مراجعات بس كده، والموضوع يعني سهل وبسيط. انتوا ذاكروا بس النيرفات دي بعد ما تخلصوا الفرنت بتاع الفور ارم والايه والباك بتاع الفور ارم. وزي ما اتفقنا مع بعض ان انتوا اي حاجة تقف قدامكم يا ريت تبعتوا لنا وتكلمونا، ولو في اي جزء حاسين انتوا مش فاهمينه في تقصير او كده يا ريت برضو ايه تكلمونا نشرحه تاني. والسلام عليكم ورحمة الله.